السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. طبعا هذه أول مرة في حياتي أسوي شيء زي كذا، ما أدري في البداية ما كنت مقتنع، لكن قلت يلا رب ضارة النافعة، أبغى أسوي تجربة إني أنا يا طويل العمر أروح لأخوياي في الاستراحة. طبعا أغلب أخوياي في استراحة ما لهم في الإنمي ولا يفهمون في الإنمي شيء نهائيا، فأنا قررت إني يا طويل العمر أخذ اللابتوب حقي وأروح للاستراحة وأعرض لهم مسلسل اسمه دريفترز. أعرف العيال يحبون الجو زي كذا، يحبون الأكشن وكذا، فأنا يمكن أشرح الكلام هذا باللغة اليابانية لأن أنا ودي أوجه برضو الفيديو هذا لليابانيين، أبغى أوريهم أن ثقافة الأنمي حلوة تجذب الناس. هاي مينا أنو نيهونجي نو مينا سما كوري كارا إن شاء الله أنو واتاشي نو استراحة ني إيكي ماسو استراحة تيونو إيمي تواكاري ماسن نه استراحة وا ماتشي كارا چوتو هناري تأيرو نو باشو نو دي تومو داشي نو أتسمارو توكورو تيو إيمي ديس دي سنو إيكو ريو وا ما جيبن نو باسوكو موتي أنو جيبن نو تومو داشي ني أنيمي وو ميسي تاي. まあ僕の友達はアニメとか日本の文化に全然興味がありません。なのに見せたいです。あの、なんというの、アニメの素晴らしさを感じてほしい。とにかく、まあ、ストラハに、インシャアラ、移動します。はい。はい、準備はできました。財布、携帯、パソコン、車の鍵。よし、行きましょう。の財宝か。もしけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。ちょっと暗いよね。はい、とにかくこれからストラハに向かいます。私の町はサウジアラビアの首都リヤードです。すごく混んでます。うわ、道が止まった。どうするか。日々の風のかけら音とかが寂しくはないよ。はい、ブスミラーラハマンラヒム。着きました。これはイスティラハです。友達の集まっているところです。サラムアレイクム。サラームサラクマラブルヘイヤラバアラワサハランアラワサハラン。サラムアレイクム。السلام عليكم. الله بالخير يا ربع. اهلا وسهلا. طبعا مثل ما انتم تشوفون يا جماعه الخير استراحتنا. اغلب الشباب اللي هنا يعني لا يفقهون في الانمي شيء. عموما خلونا ناخذ لقاءات مع الشباب ونشوف انطباعاتهم على الانمي. ابو شايل السلام عليكم. السلام. اياك الله يا صاحبي، كيف الحال؟ والله الحمد لله. طيب الان يا صاحبي انا ابغى اسالك وعادي جاوبني بكل صراحه، انت معي في التجربه ان شاء الله. نعم نعم. طيب وش رايك في الانمي بشكل عام؟ والله بصراحه الانمي ما يعجبني بصراحه، ما اميل له بصراحه. لا تميل الى الانمي؟ لا. عندك اسباب معينه ولا؟ ما عندي اسباب، بس هذا من الطفوله يعني ما اميل الى. شكرا جزيلا يا صاحبي. بالنسبه للاخ ابو شعيب يقول انا من الطفوله يعني. شوف كل واحد عندنا في السعوديه يعني قد شاف انمي يعني طفولته بسبيستون، فتجربتنا يمكن تكون بسيطه في الانمي يعني اكثر ولا اقل. طيب شكرا يا اخوي مهند. حبيبي اهلا وسهلا. على فكره يا جماعه الخير، على فكره ترى هذا اخوي حبيبي. صح يعني شوي ما نشبه بعض، شوف ظلمة الشاي. صح ما نشبه بعض لكن يبقى اخوي الحبيب. حبيبي يلا ترانا اشقاء اخوان. تكفى صدق يا جماعه. ايش اقول لدي؟ امشي سعيدا في الغابه حوله الاصدقاء. ابراهيم ردحه حياك الله. حييك. اهلا وسهلا. مرحبا. كيف الحال يا صاحبي؟ الحمد لله. انطباعك على الانمي بشكل عام، سمعه الانمي عندنا في السعوديه، هل انت متقبل الانمي؟ ما عندي مشكله. ما عندك مشكلة. طيب ما كنت تتابع انمي سابقا ايام الطفوله؟ اكيد ايام الطفوله افلام كرتون بشكل عام متابع. ما كاني ابحث عن حلقات مسلسل يعني كنت تتابعها على سبيستون. ايه. شكرا جزيلا يا صاحبي، انت معنا ان شاء الله في التجربه. كروشهم. هلا. حمد الحميدان. هلا. الملقب بكروشهم. هلا. ليش سموك كروشهم؟ عشان كرشت. وش خبرتك مع الانمي؟ والله مالي فيها. مالك فيها بس متقبل انك يعني تشاركني في التجربه يعني؟ نجرب نشوف. ما عندك اي مشكله؟ ما عندي. اوكي. أريغاتو غوزايماس. واضح ان العيال متحمسين مره. العب. هلا حبيب قلبي. حيا الله شيخ عبد المحسن. الله يبارك. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ على ما تحب. طيب. انطباعك عن الانمي يا اخي الكريم؟ والله ما لي ميول فيه، بس يعني الدنيا تجارب، نجرب ونشوف
ممكن لعله وعسى انه يكون جميل يعني. جميل يعني انت ما عندك مشكله اني اشغل لك انمي وتتابع ان شاء الله؟ ان شاء الله اذا عجبني نظرت له ما عجبني نمت. ابو سنيد مساك الله بالخير يا صاحبي. مساك الله بالنور. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ سهل. لك في الانمي تتابع انمي؟ اي نعم. جميل، طيب وش الاشياء اللي تتابعها؟ اتاك اون تايتن، دراجون بول، حاجن وعبو. طيب انا بشغل الان للشباب مسلسل اسمه دريفترز. إيه؟ ما قد سمعت فيه؟ لا والله. اوكي كويس، انت تجربه جديده لك برضه. شكرا جزيلا يا صاحبي. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حقك ايش؟ انا اخر واحد. انا اللي جينا انا. عبودي عبد الله ديج. هلا. كيف الحال حجي؟ والله بخير. شو اخبارك؟ تمام. مساك بخير؟ والله تمام. ايش الموضة الحلوة هذه؟ انت مالك في الانمي يا عبودي؟ كلنا شوي. ما تتابع انمي؟ لا لا مره مره بس انك متقبل فكره اني انا كخوي كساتس فاي خويك اشغل لك اياها. ان شاء الله. ما عندك اي مشكله؟ لا لا ولا شيء. علما باني ما سويته في حياتي. ما سويته. طيب جاهزين يا شباب؟ يلا. اوكي اوكي. عشاني كرستهم نجرب نشوف. ما عندك اي مشكلة؟ ما عندي اي مشكلة. اوكي. طيب الان خلصت الحلقة الاولى يا جماعة الخير، الحلقة الثانية هذا عبويد اعطاها وضعيه الاسد المنسدح. لحظه الحلقه عشان يتابعها صام لنا اخر حلقه. طيب عبود، تابعت الحلقه الاولى والثانيه، وش اللي عجبك في الموضوع؟ عجبني هذا ما ادري ايش اسمه ابو الاحمر. هذا يقدح من راس الديب ما يشوف احد بعيد، مدير كبير. سنايد. طيب طيب عزز للرخوم خلاهم شجعان. طيب انت ودك تكمل؟ يلا اخر حلقه اقول لك. الى اخر حلقه روح اخوي. وش اللي عجبك في المسلسل؟ والله شوف صراحه يعني مسلسل حلو، يعني عجبني نقل الناس قبل لا يموتون، نقلهم مجال ثاني وعالم ثاني. الفن ينقل ثقافه الشعب نفسه. يعني مو ثقافه، ينقل صوراتهم، ينقل ابداعاتهم. انت قاعد تشوف ان هذا شيء فن، تكتب سيناريو، تكتب ذا فن، ترسم فن، لان هذا كله يعتمد على الرسم ويعتمد على الفن. طيب طيب شكرا يا اخوي. طيب ابراهيم حبيبي، تابعت الحلقه الاولى والثانيه؟ الى الان تحس انك متحمس ودك تكمل؟ اي مش حلو، فيها تشويق. وش اللي جذبك فيها؟ بعرف شخلتها مع الاثنين دول. اي اثنين؟ الاسود والابيض. الاسود والابيض. اوكي. طيب ما اعرف اسميهم، بس الاسود والابيض صار مشكله. اوكي حمد كرشهم. قول لي يا صاحبي، انا اشوفك من اليوم تتابع وتصفن على الجوال، تتابع وتصفن على الجوال، في شيء مطفش؟ لا بس ما شادني. مو شادك مره؟ وش اللي ما شدك فيه مره؟ احس ما عجبني يعني. الرسوم بشكل عام؟ الرسوم يعني الصوره والرسم هذه ما هي واضحه، بس الرسم يعني ما عجبني. الرسم المسلسل؟ غريب مع انه ماخذ تقييم كويس ترى. بالنسبه لي ما عجبني. بالنسبه لك ما عجبني. يلا لولا اختلاف الاراء لبارة السلعة. يا سلام عليك. نجرب ونشوف. طيب حجي سيد، ناخذ رايك في الموضوع. والله الانمي حلو وبطل كقتال والخيال اللي فيه، انه كيف كان بيموت ونقلهم الى العالم هذا ووداهم الى عالم ثاني. الانمي صراحة يعني الحلقة الاولى ما تقدر تعطيه انطباع، بس الحلقة الثانية تخليك تتحمس وتكمل الانمي. يعني ودك تكمله؟ انا ودي اكمله. سهوي شكرا جزيلا يا صاح. اوكي عموما نص الشباب يعني تحمسوا في الموضوع او الاغلبيه، طبعا ما بقى الا مهند وعبيد وابراهيم لاخر نفس. نعم وابو سنيد يقول انه بيكمله في البيت لانه بيمشي، طبعا باقي الشباب مشوا. لكن يعني خلونا نكمل انا ويا اخوي وعبيد وابراهيم. جاهزين يا عيال؟ تبون نكمل؟ ما عندكم مشكله؟ لا قلق لا قلق لا قلق يقول. اوكي يعطيني مسو ما يلا اوه محسن دخل معنا.
حش انت بتكمل انت بعد اكيد وين رحت انت قبل شوي لا تعرج لا لا يا حول لا يا حول طيب اوكي نكمل ان شاء الله انضم معنا عموما لا طيب رجع لنا ابو ناصر مره ثانيه شكرا يلا شغل الحلقه الثالثه هذه الحلقة الثالثة والشباب برضو إلى الآن مستمرين في المطالعة. أوكي طيب من الآن خلصنا الحلقة الثالثة أنا ويا الشباب. قررت أنا ويا الشباب نروح البقالة علشان ناخذ لنا كذا شوية. يلا كبر البقالة. مفرحات وكذا. مش اللي مسافرين ها مش اللي مسافرين مع الكاميرا بنروح يوميات اليوم قايل لكم انا بدايه ما ماني مقتنع بفكره الفلوجات لكن عواف يلا ويه 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 يلا يلا قفل الباب اجت اختي عيون ويه ويه اجت ويه ويه يلا عيال نبي اغنيه اعطونا اغنيه يلا بطاطا بطاطا ألطم يا ولد أعمل إيه؟ أعمل الهدف يا ولدي يلا بسم الله وصل البقالة يلا شوف الحين شنو أشتري من البقالة اليوم بنعلمكم شنو مكونات هذا راب عور البطن نصيحة لا حد يأخذ هذا ليش غدار والله غدار هذا ولا اشتي هذا هلا هذا البطاطس بطاطس مع ايش مضربه روبه زبادي اوكي بيوش فرنا خلطتك يلا شوف اخوي طيب هذا حمود اكس اكس من برنامج زيرو كار اوكي هذا الريد بول لا تشترونه شو سمعت اشتكون هذا ها ابراهيم ما لقيت لك شيء الى الان في خلطه هذه ها وود ليمون اند نعنع تصور مو منصجه كم بيت ماوي نايله شنو امي يبا شنو هذا لا تفشلني في ناس يعرفوني خلاص يلا يلا حاضر بعرف شوف اليوم نقدم لكم سيجوي هذا شنو هي ما ادري كلام كوري كورونا شرقيه شن روميوم اي والله كوري عاد انا والله صدق ترى انا احب كوريا الجنوبيه والله اي والله ما شاء الله عليك احب اتابع افلامهم شوف غريب والله انت يوسف تحب تتابع الاشياء الكوريه اي والله يلا زبده مشينا بسم الله ستروبري جوس ستروبري جوس اوكي طيب الى هنا يا جماعه الخير ان شاء الله وبننهي الفيديو يعني شفنا الحلقه الاولى والثانيه والثالثه العيال تحمسوا ويعني وجد يعني انتباههم للانمي منا سما كوكو ما ادري وري يعني يتندايت شيكو انا راح احسب صوره طيب عموما شكرا جزيلا لمتابعتكم وان شاء الله نوريكم او نصوركم ان شاء الله فيديوهات جديده باذن الله باذن الله احنا شي نجتمع ماس انا قاعد اطوب زي ماس جود باي صحتك خير